لم يلبث أنبوب الغاز المصري أن عاد للحياة حتى عاد مجددا للتوقف عن العمل بعد أن قام مجهولون بتفجيره للمرة الثالثة عشرة على التوالي يمتد خط أنبوب الغاز المصري بطول 100 كيلومتر من العريش في سيناء المصرية إلى ساحل مدينة عسقلان جنوب إسرائيل ليزودها بما نسبته 43% من حاجتها للغاز الطبيعي فبحسب الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 2005، فإن مصر ملتزمة بتصدير مليار و700 مليون متر مكعب سنويًا لمدة 20 عامًا لإسرائيل، بتكلفة تتراوح بين 70 سنتًا ودولار ونصف الدولار للمليون وحدة حرارية. في حين يصل سعر التكلفة لها إلى دولارين ونصف الدولار عالميًا. الحكومتان الأردنية والمصرية عدلتا الاتفاقية بين البلدين العام المنصرم إلى خمسة دولارات للمليون وحدة حرارية، ما يعادل ضعف سعر تصديره السابق الذي تمثل بدولارين ونصف الدولار للمليون وحدة. وبعد تفجير الأنبوب الذي يزود الأردن بما نسبته 80% من حاجتها لإنتاج الطاقة الكهربائية، أعلنت الحكومة الأردنية عن توقف إمداد الغاز المصري لها بشكل كامل. بعيدا عن أزمة تفجير أنبوب الغاز المصري المتكررة وانقطاع تصديره عن إسرائيل والأردن فالخبراء يشيرون إلى أن احتياطات الغاز الطبيعي المصري التي تشكل واحدا في المئة فقط من إجمالي احتياطات الغاز الطبيعي في العالم ستبدأ بالتلاشي عام 2017 عمار الهندي العربية